لا شيء يمنحك أحلاماً حلوة أكثر من النوم بجانب قطتك، ولكن إذا لم تكن حذراً يمكن أن تتحول تلك الأحلام الحلوة إلى كوابيس. النوم هو وقت حساس بالنسبة لقطتك، لذلك يمكن بسهولة أن تتسبب في تدمير رابطك معها عن طريق الخطأ إذا ارتكبت أخطاءً عند وقت النوم. في هذا الفيديو سنتحدث عن 8 أخطاء يرتكبها أصحاب القطط بحسن نية أثناء مشاركتهم السرير مع قطتهم، والتي يمكن أن تؤدي إلى تدمير العلاقة بين القط وصاحبه وربما للأبد. لكن قبل أن نبدأ، لماذا لا تشترك وتنضم إلى مجتمع محبي القطط لدينا في قناة أنماط؟ الخطأ الأول: امتلاكك لدمية دب حية يعد من أفضل الأشياء في تربية القطط، لكن هذا لا يحدث بسرعة، وقد لا يحدث أبداً لكل أصحاب القطط. بعض القطط تكون نشيطة جداً بحيث لا يمكنها البقاء في السرير عندما يكون بإمكانها الخروج والاستمتاع بالليل، بينما قد تفضل قطط أخرى النوم في سريرها الخاص أو مكانها المفضل. بعض أصحاب القطط يحاولون حل هذه المشكلة عن طريق حمل قططهم ووضعها في السرير وإبقائها هناك، ولكن حتى لو أدى ذلك في النهاية إلى بقاء القطة في مكانها، فإنها لن تبقى لأنها تحب ذلك، بل لأنها أدركت أنها لا تستطيع الهروب دون إعادتها مجدداً، ولن تبقى هناك برغبتها، وستغتنم أول فرصة للهروب عند الانشغال. محاولة إجبار القطة على التصرف بالطريقة التي تريدها لن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقة بينكما. تذكر، أحبب القطة التي لديك وليس القطة التي تريدها. الخطأ الثاني: من ناحية أخرى، العديد من البشر لا يحبون بالفعل وجود القطة في السرير معهم. قد يبدو الأمر مفاجئاً، لكن القطط ليست دائماً شركاء نوم جيدين، فقد تصر على النوم على وسادتك بحيث لا يمكنك وضع رأسك عليها، أو على صدرك بحيث تجد صعوبة في التنفس، أو تتخذ وضعية وسط السرير، مما يجعلك تضطر للنوم في وضعية غير مريحة. قد يبدو من الأسهل إبعادها عن الغرفة، لكن هذا قد يوقظك في الثالثة صباحاً مع مواء القطة خارج الباب طلباً للاهتمام. إبعاد القطة عن غرفتك أثناء النوم قد يكون مزعجاً لها، فهي لا تفهم لماذا تحتاج إلى النوم لساعات طويلة، وقد تشعر بأنها مهجورة. بدلاً من ذلك، قد يكون من الأفضل توفير سرير خاص لها في غرفتك بجانب سريرك، وربما تبطينه بشيء يحمل رائحتك مثل قميص قديم. بهذه الطريقة يمكن للقطط أن تشعر بالراحة بالقرب منك أثناء قيلولتها الليلية دون أن تزعج نومك. الخطأ الثالث: حبس القطة داخل الغرفة هو شيء آخر يجب تجنبه، حتى لو كان العديد من أصحاب القطط يفعلون ذلك عن طريق الخطأ. القطط تنام ضعف ما ينام البشر خلال اليوم، لكنها تفعل ذلك في فترات أقصر بكثير. القطة لا تنام بجانبك لثمان ساعات كاملة، أجسادها لا تعمل بهذه الطريقة. إذا كنت ترغب في وجود قطتك في غرفتك ليلاً، فيجب عليك دائماً ترك الباب مفتوحاً حتى تتمكن من الخروج عند الحاجة، ولو كان ذلك فقط للوصول إلى طعامها ومياهها أو استخدام صندوق الفضلات. هذا أيضاً يقلل من احتمالية أن تقرر القطة إيقاظك إذا شعرت بالملل أثناء الليل. القطط التي تحبس في غرفة واحدة ليلاً ستلتقط هذا النمط وتبدأ في تجنب تلك الغرفة قرب وقت النوم، مما يجعلها أقل احتمالية للنوم في السرير معك، كما يؤثر سلباً على الثقة بينكما. الخطأ الرابع: القطط تحب الروتين، كما ستعرف إذا كنت قد تأخرت ولو لثانيتين في تقديم العشاء لها. معرفة ما سيحدث ومتى يساعدها على الشعور بالثقة والأمان، وهذا ينطبق تماماً على وقت النوم. قد تلاحظ أن قطتك تصبح قلقة إذا بقيت مستيقظاً بعد موعد نومك المعتاد
وربما حتى تحاول جرك إلى غرفة النوم. للأسف، حتى لو لم يكن لديك وقت محدد للنوم، فإن قطتك قد تكون حريصة جداً على تحديد موعد نوم معين. تكرار اضطراب الروتين المعتاد يمكن أن يجعل قطتك تشعر بالقلق والتوتر، وإذا ارتبطت هذه المشاعر بك، فقد تكون أقل استعداداً للمشاركة في أنشطتك. الخطأ الخامس: لا يوجد شيء أجمل من رؤية ذلك الوجه اللطيف يطل من تحت البطانية وكأنه يخرج من كهفه الصغير. ولكن رغم أن هذا يبدو لطيفاً، لا يجب عليك وضع البطانية فوق رأس القطة لإحداث هذا التأثير. القطط غالباً ما تستمتع بالدخول تحت البطانيات بمفردها، ليس فقط بسبب الدفء أو الشعور بالاختباء عن المفترسين، ولكن أيضاً لأن البطانيات تحمل رائحتك وتشعرها بالأمان، ولكنها لن تستمتع إذا فوجئت ببطانية فوقها بشكل مفاجئ. إذا فعلت ذلك مراراً، فمن المحتمل أن تجد ذلك مزعجاً أو حتى مخيفاً، وسيجعلها حذرة من الوجود بالقرب منك. الخطأ السادس: القطط أصغر بكثير من البشر، وهذا ما يجعلها لطيفة، ولكنه أيضاً يجعل من السهل علينا إيذاؤها عن طريق الخطأ. لحسن الحظ، قطتك البالغة غير معرضة لخطر الموت أو الإصابة البالغة إذا استدرت عليها أثناء النوم. أنت كبير ولكنك أيضاً بطيء، والقطط تمتاز بسرعة ردود أفعالها في مثل هذه الحالات، لكن القطة ستكون أقل استعداداً للنوم بجوارك إذا استمرت في التعرض لخطر السحق. لحل هذه المشكلة، تأكد من النوم في وضعية سي عندما تذهب إلى السرير. هذه الوضعية تتضمن النوم على جانبك مع تقوس ظهرك حول قطتك، مع مد الذراع الأقرب إلى الفراش أمامك فوق رأس القطة، بينما تستخدم يدك الأخرى لمداعبتها. إذا كنت أباً لطفل صغير، فقد تتعرف على هذه الوضعية الموصى بها للآباء الذين ينامون مع أطفالهم، فهي تطورت بشكل طبيعي كآلية لحماية الأطفال. إذا كانت مفيدة للأطفال، فإنها بالتأكيد مفيدة للقطط. الخطأ السابع: رغم أن قطتك قد تكون مثل دمية دب حية، فهذا لا يعني أنه بإمكانك معاملتها كواحدة. تختلف القطط في مدى تقبلها للتواصل الجسدي أثناء النوم معك. بعض القطط قد تفضل الجلوس عند قدميك لتجنب أي محاولة للعناق أثناء الليل، بينما تكون أخرى سعيدة بالاستلقاء بجانبك وتستمتع بلمساتك حتى تغفو. لكن الضغط على القطة لا يكون مقبولاً أبداً. البشر أقوى بكثير من القطط، ولذلك فإن ما يبدو كضغط خفيف بالنسبة لنا قد يكون قوياً جداً بالنسبة لها. القطط تحب أن تشعر بأنها قادرة على مغادرة السرير متى أرادت، وهو أمر يصعب عندما تكون محتجزة بين ذراعيك. إذا لم تشعر قطتك بالراحة في السرير معك، فقد تقرر ببساطة أنها لن تعود للنوم فيه مجدداً. الخطأ الثامن: لا أحد يحب الاستيقاظ في منتصف الليل والشعور بالعجز عن العودة إلى النوم حين تبدأ في عد الأغنام أو مراقبة أنفاسك وتشعر وكأنك الشخص الوحيد المستيقظ في العالم. قد يكون من المغري محاولة إيقاظ شريكك في النوم لمجرد أن يكون لديك من تتحدث إليه، لكن مثلما لا يحب البشر الاستيقاظ فجأة، فإن القطط تكره ذلك أكثر. كونها كائنات تطورت في بيئات كانت مليئة بالمفترسين، القطط لا تحب الاستيقاظ المفاجئ، وقد تشعر بالخوف إذا أيقظتها. إذا بدأت قطتك في ربطك بهذا الشعور المزعج، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور تدريجي في علاقتكما بسبب فقدان الثقة، وفقدان الثقة هو أسوأ ما يمكن أن يحدث بينك وبين قطتك. في النهاية، تذكر دائماً أن العناية بقطتك لا تقتصر فقط على توفير الطعام والمأوى،
بل تشمل أيضاً فهم احتياجاتها وسلوكياتها الفطرية، خاصة خلال وقت النوم الذي يعد لحظة هامة في بناء الثقة بينكما. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا لمزيد من المعلومات حول تربية القطط والحيوانات الأليفة.